تباين التزام بعض المواطنين والمنشآت في إجراءات السلامة العامة والوقائية بات أمراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يشكل خطراً يحدق بصحة المواطنين، مما قد يؤثر سلباً على خطط الحكومة بفتح العديد من القطاعات تدريجياً لتمكينها من العمل مجدداً. تراجع بعض المواطنين عن الالتزام بإجراءات السلامة العامة التي تتضمن ارتداء الكمامات والتقيد بمسافات التباعد الآمنة بات أمراً ملحوظاً، وخاصة مع انخفاض أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، ما قد يؤثر على الخطة الحكومية في العودة التدريجية لفتح عدد من القطاعات والمنشآت المغلقة بسبب جائحة كورونا. هذا سلوك شخصي وما تقدر تلزمه بهذا الموضوع، لأنه بأي لحظة ممكن يعني ينزل الكمامة أو يعلقها بإذنه كذا، وهو بالنسبة له ارتداء الكمامة بس هو لأنه ما بده يتحاسب على عدم ارتدائها. بيعتقدوا أنه خلص الوضع صار أفضل، الواحد بده يدير باله، بده يحاول دايما يلتزم بهيك أمور يعني حتى ما يضر غيره وما يضر نفسه. يعني لازم أنه نلتزم بالكمامات أكثر إشي، يعني لأنه قبل ما أنت عارف وضع الوباء، والوباء خطير جدا، يعني انخفاض الحالات لا يعني أن الوباء راح، يعني الوباء موجود يعني، والله يحمينا ويحمي الجميع، الله يحمي البلد والجميع. فبالرغم من تحسن المنحنى الوبائي الذي كان سببا في رفع الحظر الشامل عن يوم الجمعة من كل أسبوع، إلا أن التقيد بإجراءات السلامة العامة والامتثال لأوامر الدفاع يعد أمرا إلزاميا لحماية صحة الأفراد والتصدي للانتشار المجتمعي للوباء، وخاصة مع تسجيل أعداد تحمل سلالة الجديدة من الفيروس المستجد. شفنا في بعض الدول الأوروبية لما صار في عندنا تراخي خصوصا قبل بداية السنة رجعت موت جديد وكانت إغلاقات لفترات طويلة، فليش ما احنا نكون متكاتفين يعني كمواطنين مع الإجراءات التخفيف التدريجي اللي اتخذت الدولة، حتى انه نكون يعني خصوصا وصول اللقاح حتى نوصل لبر الأمان، وان شاء الله انه المواطن يعني مثل ما بلش في تخفيف هناك انه المواطن يلتزم حتى انه نحمي حالنا لا سمح الله من عودة انه من موجة جديدة وصعب التحكم فيها ونرجع لإغلاقات حتى إجراءات اكثر مشددة. يعني إجراءات تخفيفية اتخذتها الحكومة مؤخراً هدفت إلى تمكين عمل القطاعات الاقتصادية من جديد، وهو ما يتطلب الالتزام بإجراءات السلامة الوقائية كونها الضمان الأساسي لبقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة. تراجع الالتزام بأوامر الدفاع وبإجراءات السلامة العامة من قبل بعض المواطنين والمنشآت قد يعيدنا إلى سيناريو الإغلاقات من جديد، وهو ما يستدعي التعاون من أجل مقاومة الانتشار الوبائي وللحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. ريف برهومة، المملكة، عمان. ومعنا عبر الهاتف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور بسام حجاوي. صباح الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا. هل وصول لقاح كورونا إلى الأردن يعني جعل الناس أكثر تراخي وأصبح هناك قلة في التزام المواطنين بكل إجراءات السلامة والوقاية من الفيروس؟ يعني هو بجوز الأكثر أو الشائع أنه يعني لما المنحنى الوبائي بعد 4 شهور يعني بدأ، يعني مش بدأ، يعني صرنا في نهاية الانخفاض في هذه الموجة اللي احنا شاهدناها منذ 4 شهور. هذا يعني احنا بدناش نكون في زي مراحل سابقة أنه نلجأ إلى التراخي، نلجأ إلى عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة واللي هي الكمامة هي الأساس. أضف إلى ذلك أنه المطعوم، ما بدنا الناس تفهم أنه المطعوم هو سحر، يعني في خلال أسبوع إحنا نستطيع أن نتنازل عن إجراءات السلامة العامة. الكل بيعرف أنه المطعوم هو جرعتين، وبعد جرعتين بينهم 21 يوم، وبعدين بعد 10 أيام بعطي حماية للشخص نفسه، وبيعطي أنه للناس حتى صح اللي أخذ المطعوم لازم يلتزم بقواعد السلامة العامة حتى يكون في عنا تغطية معقولة، تغطية نسبة معقولة. لما المطعوم يكون شائع في الدول المجاورة وأخذ نسب معينة حتى نحاول نحتوي الفيروس، يعني ليست بهذه السرعة إنه إحنا المطعوم قد يؤثر على رد فعل الناس.
لابد من الالتزام بإجراءات السلام العامة، خاصة إن نشهد يعني خلينا نطلع عبر على الدول الأوروبية، على الدول اللي هي دخلت في انتكاسة أو موجة ثالثة، بالرغم من إنها وصلت إلى تغطيات مطاعيم يعني بالملايين. هذا الحكي لا يمنع أن يكون في قرار جماعي. في منظمة الصحة العالمية ترقب عن بعد، احنا مسجلين على المنصة ونتمنى ان التسجيل المزيد من التسجيل على اساس الدولة توفر المطاعيم على دفعات ونستطيع نعطي الكل. يعني كل هذا الكلام المفروض احنا ما نخلي نشجع دولتنا انها تمشي قدما الى الامام في اجراءات السلامة العامة وفي اعطاء فرصة لمنشآتنا انها تفتح. ما بدنا يرجعونا لمربع اول مربع سابق بحيث أن نوقف أو أن نتبطأ في عملية الانفتاح. يجب علينا إحنا كمواطنين وكدولة وكناس بيشتغلوا بالصحة وناس بيشتغلوا برا في المنشآت وناس بيجوا من برا، كلنا نلتزم حتى إحنا نحاول يعني نبطش في هذه الجائحة. نعم. طب دكتور، ما مدى خطورة التراخي وعدم الالتزام من قبل المواطنين فعليا على الحالة الوبائية وعلى المنحنى الوبائي أيضا؟ يا ستي، والمنحنى الوبائي خلنا نقول هو منحنى بيقيس قديش في اصابات، قديش في وفيات، قديش في نسبه بنفحصه وبيطلع بوزيتيف، والمنحنى بظل ماشي بخطوط يعني واضحه على مدار الساعه، ان شاء الله سنه سنتين ثلاثه اربعه، بيعتمد انه كيف الموجة بتصير. في اجراءات وفي تراخي وعدم التزام للناس، ما فيش ما يمنع انه تظهر موجة عند الدول ثالثة ورابعة وخامسة، وإحنا منها. كل الدول غير محصنة حتى الآن، كل الدول ما لديها القدرة على أن تواجه الجائحة إلا بالإجراءات السلام العامة التي لم تنتهي بعد. هناك زي ما شفتي في سلالات، يعني في 60 دولة أصبحت السلالة تنتشر فيها. الأمر الذي يتوجب علينا أن ننتظر كل ما انتظرنا وبالتزام بالإجراءات الصحية العامة نصل إلى وضع مشرف في رجوع العودة إلى المنشآت تاعتنا ومدارسنا وجامعاتنا. ما بدنا إحنا ننخذل ورد المنحنى الوبائي يتوقف أو تزداد الإصابات أو تزداد الوفيات، خاصة إنه إحنا أصبحنا الآن بتجربة كويسة، معدلات دخول الإصابات أصبحت يعني امبارح رقم يعني مفرح، 40 إنه دخلوا و30 طلعوا. يعني كل هذا الحكي بيقيس إمكانياتنا اللي هي معدلات الإشغال في العزل وفي مراكز العناية الحثيثة والفنتليترز، كل هذه متدني. ما بدنا نرجع من جديد نعاني في موجة جديدة. نعم. يؤكد مراقبون دكتور أيضا بأنه حالة التباين أو التراجع بموضوع الالتزام بإجراءات السلام العامة قد يعرقل الخطط الحكومية بالفتح التدريجي للقطاعات، ما رأيك بذلك؟ يعني انت بتعرف صارت عندنا سياسه بالاردن اللي هي فتره حضانه المرضى ال 14 يوم، هناك مراجعه من الحكومه لتتطور وتحدث الاجراءات بناء على معطيات وبيانات وبائيه، وبناء على المنحنى الوبائي، وبناء على انه مراقبه الناس، بناء على قديش بصير مخالفات للناس وقديش للمنشات. كل هذا الحكي بيتسجل وبيتدون وبيعطي الحكومه بعد اسبوعين انها تمشي قدما للامام ان احنا نكون مرتاحين، وبيعطي الحكومه انها ترجع لورا. ما حد بيقدر يوقف. شوفي في يعني المانيا اللي كانت بالبدايه مش سائله ودوله نظامها الصحي معروف، سكرت المدارس، سكرت الجامعات، هلا يعني بسكروا الاسواق، دول عربيه كذا. خلينا نقول الخليج التزم باجراءات مشدده، والناس يعني صار بالاويرنس، زياده الوعي وبالقانون، حتى ان موجتهم تاخرت. ليش؟ نستفيد انه المطعوم دخل، لعل وعسى انه المطعوم بيشتغل من جانب والناس تلتزم من جانب حتى احنا نعدي هذه الفتره العصيبه. يعني من هون للصيف علينا مجهودات، خاصه نحن بفصل الشتاء، فصل موسم اصابه الجهاز التنفسي بكافه امراضه بما فيها الكوفيد 19، بما فيها امراض الموسميه الانفلونزا، الرشوحات، اللي احنا اصبحنا عاجزين ان نميز. عشان هيك دخل علينا الفحوصات السريعه ودخلت الفحوصات، بتحاول الحكومه جاهده ان تريح الناس. خلينا نرتاح مع بعض كلنا كشراكي.
نعم. طب دكتور، بالنسبة لحملات الرقابة أيضا على الأسواق لم تعد كما كانت بالسابق، يعني هناك بعد انخفاض أعداد الحالات واستقرار الوضع الوبائي نوعا ما، أيضا موضوع المراقبة أصبح أقل من قبل. يعني هو المراقبة قد تكون أقل أو أكثر، لكن هناك مخفية المراقبة، يعني بيدخل أي شخص، يعني أنت بتشوفي في رقابة على السيارات، في لبس الكمامات، في البساط خلينا نقول العامي، في الاماكن المختلفه. وبعدين هي بتعرفي احنا بنعتمد على انه المواطن وعيه ويشكي على المؤسسه اللي هي مش مضبوطه، المؤسسه اللي مش ملتزمه، الناس اللي بيكونوا في منطقه معينه بيكون فيها عدم التزام، وهذا يؤدي الى تفتيش مفاجئ. التفتيش هلا بيخسر صاحب المنشاه اللي ما بيلتزم. يجب على الناس ان نكون واعيين لدرجه ان نقول يا اخي البس كمامتك، يا اخي انت التزم بالصف، ابعد عني، ساوي كذا، روح خذ المطعوم، نعجل في رفع، يعني لازم نكون كلنا كتله واحده بحيث انه ما نخسر. ما هي هذه الاجراءات كلها مراقبه، هلا بتتراقب بتتسجل وبتيجي للجان الاوبئه وبتيجي للحكومه وبتيجي للجان اللي بتفتش، بتيجي للوزارات المعنيه بالاقتصاد والثروات العماليه، وكل هذا الكلام وهذا كله بيرتبط بالمنحنى الوبائي. والله اذا شاف انه الاصابات والوفيات زادت، والله هذا مشكله، راح يعانوا الناس وراح يخسروا. خلينا نلتزم وان شاء الله ان نكون يعني النتيجه ان شاء الله سليمه. هلا مشجع وضعنا، خلينا هيك شهر واحد واثنين وثلاثه نمر نشجع على التطعيم مشان برضه يكون عامل اخر مساعد على انه المنحنى يستقر. نعم. طب دكتور، ماذا عن تسجيل حالات لفيروس كورونا المتحور؟ ألا تشكل يعني قلق إضافي بأنه نرجع ونعود للمربع الأول ولا سمح الله إصابات أكثر؟ يعني خلينا نقول التجربة اللي خضناها من أول إصابة سجلت في الأردن، يعني السلالة ليست بعيدة بأعراضها وانتشارها، رغم أنه زاد انتشارها سريعا. الإجراءات المتخذة هي إجراءات كفيلة وكافية للتعامل مع هذا النوع من السلالة. نتمنى انه احنا يعني الموضوع تحت السيطره فيها، لانه يعني المطعوم كمان اصبح واضحا انه مطعوم فايزر يؤثر ويحمي من هذه السلالات كما عرف مؤخرا من خلال الابحاث. كله عماله يعني ما اعتقد انه هذه السلالات اذا لم تظهر وتغير باعراض مرضيه وتظهر اعراض مرضيه عند الناس انها تكون يعني مزعجه، لكن ازعاجها انه اذا انتشرت واصبحت قويه وغيرت في الجينات فهذا يشكل خطوره. عشان هيك الدول حتى الـ60 دوله واعيه وعندها نظام رصد من خلال نظام رصد الكوفيد 19، هي نوع لم يتجزأ من هذه الجائحه حتى الان، لا جديده فيها يزعج، لكن يجب في هذه الجائحه ومسبباتها انه تبقى تحت الرصد المخبري والرصد الوبائي حتى نطمئن ولا نسجل اي اجراءات مزعجه فيها. نعم. دكتور، المطاعيم الموجوده لدينا حاليا هل هي كفيله بحمايتنا من هذا النوع من الكورونا الجديد المتحور سريع الانتشار؟ يعني احنا لحسن حظنا انه احنا عندنا الفايزر وعندنا المطعوم الاماراتي الصيني. نعم. ومتوفر وعلى المنصه في تسجيل كويس والناس عماله بتاخذه واحنا بنراقب، ما فيش يعني مضاعفات نتجت، هينا طعمنا اعداد كويسه، 29 مركز. نعم. عماله فاتح. السلالات زي ما حكينا لحد الان ما فيش ما يزعج بانه احنا ما فيش عندنا يتشكل حمايه لدى الاشخاص، هناك حمايه، واتمنى انه تكون الابحاث والتطورات اللي بتحصل يوم عن يوم تؤدي الى انه فهم لوبائيه وخطوره حتى الكوفيد وعلاقته بالتطعيم وحمايه الاشخاص منه وحمايه المحيطين له. نعم ان شاء الله. نعم. دكتور، هل لديك يعني رقم بالنسبه للمواطنين اللي تلقوا هذا المطعوم خلال الايام الماضيه لغايه اليوم؟ يعني احنا بجوز زي ما حكى معالي وزير الصحة امبارح، يعني احنا 60-70% من الناس الذين سجلوا هم تطعموا، وهذا شيء يعني مفرح، نتمنى انه يكون كامل. يعني اليوم بجوز عندنا اليوم على مدار 29 مركز تطعيم هناك للمتخلفين الذين تخلفوا بأعذار.
بأعذار، يعني هي ما راح تكون فوضى الأمور. هناك في تطبيق لازم الكل يلتزم، كل واحد بياخذ دوره، كل واحد بياخذ فرصته، كل واحد بياخذ حقه، كل واحد بياخذ التشانس تاعه في انه ياخذ مطعوم آمن فعال حتى احنا نمشي مع بعض. اما يعني اتمنى ان نكون نستطيع الدفعات اللي بتجينا في المطاعيم ان تغطى، وهلا ما عندنا مشكلات، الوضع الحمد لله تمام، واحنا يعني نعد من الدول الأربعين في العالم اللي حصلت على مطعوم، فبدناش نخسر هذه الفرصه، يعني توفر المطعوم لدينا. فاتمنى انه الكل يقدم بنظام ويسجل من خلال التطبيق حتى يوصل حقه في الوقت المناسب حسب الأولوية. ماذا عن يوم الغد دكتور؟ هل بتتوقعوا أن نتابع ونشاهد صور مشابهة ومطابقة ليوم الجمعة الماضي، ولا نعتقد أنه رح يكون أكثر، يعني هناك أكثر التزام من المواطنين يوم الغد؟ والله أنا ما بدي أخوف وما بدي أكون يعني كذا، والله الحكومة بترصد. الأسبوع اللي فات اللي هو كان الجمعة الأولى كان في مخالفات واضحة، والأردن كله سمع عنها. فأتوقع يعني ما بدناش ناس هي تتأذى، في ناس بتطالب، في ناس تأذت، في ناس مقفلة إلها أشهر، وناس بتحاول تعمل بروتوكولات بحيث تفتح. نتمنى أنه الكل يكون رقيب على نفسه ورقيب على جاره وأصدقائه، أنه يعني يدلو بدلوه الصح، حتى احنا الحكومه اللي يكون في تقييم بعد اسبوع من هذا التاريخ، بلاش نضل واقفين محل ما احنا، بلاش نرجع لورا. هذا الحكي هو بحدد امورنا، احنا بدنا اقتصادنا يتعافى، وما بننسى الصحه هي المعافاه، هي تاج على رؤوس يعني الناس عشان هم يشتغلوا وتعطيهم فرصه يشتغلوا. اذا فقدنا الصحه فقدنا السيطره، ما بزبط. نعم، شكرا. اذا كان معنا عضو اللجنه الوطنيه للاوبئه الدكتور بسام حجاوي، شكرا جزيلا لك دكتور.